أمين أنت لسه نايم ولا إيه؟ روحي المغسلة شوفيهم خلصوا ولا لسه. يا أمين لا يا أمين قدرت تغسل ولا كوم في أي حتة؟ أنت عم تفرج عليهم؟ تعالى كومي تعالى كومي. أنت ما بتردش عليا ليه؟ أنا كنت أفضل إني ألاقيك عندك حمى على إني ألاقيك لسه نايم لغاية دلوقتي. أنا آسف ماما، أنا أول مرة تروح عليا النوديه ساعة واحدة. وآخر مرة كنت سهران إمبارح فين؟ إمبارح بعد ما خلصت ورديتي يعني وقلت أخرج وأشم شوية هوا. طيب روح قابل الجرسون الجديد وسلمه عهدته. أنا؟ أيوه ما هو مستحيل يعني هفضل طول النهار اعمل شغل الاوتيل لوحدي. اه طبعا. وكمان هتتخصم منك حق الساعه الزياده اللي انت نمتها. اكيد يا ماما طبعا. وهطلع دلوقتي حالا لاسمه هانم واقول لهم يستعجلوا يلاقوا رئيس خدم جديد بدل اللي مشي. انا مش قادره على همكم كفايه عليا هم البنات. حقك يا ماما طبعا. ما تسال عشان تقابل الراجل هتفضل واقف كده؟ ما بس هخش الحمام وغير هدومي واطلع قبله. انت لسه هتدخل الحمام؟ ده حمامي مقطع. طب خلاص مش مهم هغير هدومي بقى كده اروح الحمام. الحمد لله. انت هتقعد يا عم انت قوم يلا اتكل على انت ما شفتش خصمت لك عشان نمت ساعه لما واقف انت بقيت معايا هتعمل فيها ايه؟ هي دي الست رايه؟ سكينة اسمها سكينة. ضحى كانت بتقول لي عنها في الجوابات بتقول لي الست سكينة اخت رايا وهي شكلها قتلت قطرها فعلا. ويا ترى ضحى ما قالتلكش ان الست سكينة اخت رايا تبقى امي؟ امك بجد؟ ايه امي بجد اهزر معاك. الله يكون في عونك. طب يلا 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 عشان ما تجيبلناش الرفد بدل ما تخسرني السنه كلها. يلا خلص السيجاره واتكل على الله. وصلت؟ طيب انا نازل لها حالا. ماما وصلت. الدوخه راحت شويه يا حبيبتي؟ عايزه حاجه حاجه. امرتهم يجيبوا لك. طيب خلي بالك من نفسك. حسن يا رجع تاني يا ماما. انزل انت يا احسان انزل. انا هقعد مع امل ما تقلقش. قول لعنايات هانم ان انا اشرفت على تجهيز اوضتها بنفسي. ميرسي يا طنط. عن اذنكم. هستعجل لك الحاجه الحاجه. انت هتمثلي علينا احنا كمان ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت مش عيانه؟ انا عملت كده عشان ما يروحش يستقبلها في المحطه ويعمل لها تشريف. حرام عليكي، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ دي مامته. ومامته دي بتكرهني بتتعمد تفرسني كل ما تجيلها فرصة. خلاص تستحمل بقى البادي أصلا. ولو انت ما بتحبيهاش وعارفة ان انا ما بطقهاش يعني عزمتيها ليه؟ عشان تيجي تشوف ابنها وهو بيتعين في أعلى المناصب عشان متجوزني. المنصب اللي عمره ما كان يحلم يوصل له مهما كان جدوده وجدود جدوده بشوات. قيمتك يا حبيبتي دلوقتي انك انت حامل في ولي العهد. وفي انك النهارده هتعلني ان احسان بقى مدير جراند اوتيل زي ما وعدتيني يا ماما. واضح ان النهارده ما وراناش غير عنايات. يلا يا بنات كل واحده فيكم تروح تشوف اللي وراها. هو انت الموظف الجديد؟ ايوه. اسمي فؤاد عبد الحميد رضا. فؤاد عبد الحميد رضا. صباح الخير. ولا بلاش العقل عليك يومك. صباح الخير يا امين. صباح الورد. انت الموظف الجديد؟ ايوه انا الموظف الجديد. يا
نهار اسود يا نهار اسود. امشي تقلك امشي تعبر يا مستخبى. اهدى يا امين في ايه؟ اهدى واسمع عشان تفهم. انا حاسه وعايز اشوفك انت بره اقطع بره. طب لو انا مشيت دلوقتي هتعمل ايه في الموظف الجديد اللي هرب على بلدهم وزمانه دلوقتي راكب القطر؟ مالكش دعوه، دي حاجات تخص الشؤون العاملين في الاوتيل، وانت مش معاملين في الاوتيل ولا عمرك هتبقى معاملين في الاوتيل. اطلع بره. امين انت عارف ان ضحى ما سرقتش، وانت قلت لي بعضه لسانك امبارح ان اصحاب اللوكاندا رقوها علشان امانتها وشطارتها، وان الست صاحبه اللوكاندا قالت ان هي لقت العقد في الدولاب عندها بس ما حدش فيك وشافها بعينيه وهي بتطلعه من هناك. هتتبلى عليه غيرانه منها ظن. يا اخي ما بقولش انها غيرانه منها، بس بقول ان في حاجه مش مفهومه وانت كمان مش فاهم، وقلت لي ان ما حدش هيعرف يخليني اقابل صاحبه اللوكاندا، يبقى سيبني انا اتصرف بطريقتي. يا اخي انت هتروح تقابلها بطريقتك ولا تعرف الحقيقه بطريقتك؟ انا ماليش دعوه، انا مش هشترك معاك في اي حاجه يا علي. مستحيل يا علي مستحيل. فؤاد عبد الحميد رضا، اشتغلت فين قبل كده يا فؤاد؟ كله موجود عند حضرتك في طلب التعيين اللي انا بعته بالبريد. لما اسال حضرتك اشتغلت فين قبل كده حضرتك ترد عليا وتقول لي اشتغلت فين؟ لا اصل الحقيقه انا اشتغلت في اماكن كتيره جدا، يعني انا اشتغلت في الاقصر وفي القاهره وفي اسكندريه. فين في القاهره؟ في القاهرة اشتغلت في لوكاندة مينا. لوكاندة مينا؟ هاوس، مينا هاوس. بالظبط. فين العربية اللي جابتلي من المحطة؟ يا ماما، يا ماما أرجوكي، أرجوكي ما يصحش كده. هو إيه اللي ما يصحش؟ أنا عايزة العربية توصلني المحطة. أنا راجعة الفيوم دلوقتي حالاً. أنت ليه مش عايزة تصدقي إني كنت على الباب وجاي لك لولا إن أمال دخلت فجأة؟ كلنا دخنا، كلنا حملنا ولدنا، لكن ولاد أصول، ما عملناش كده أبداً. عمرنا ما منعنا أزواجنا عن أمهاتهم. طيب أنا متأسف معلش. وبعدين أنت وحشاني جداً. وحشك؟ ما كنتش تشوفني ليه؟ ها؟ لكن لأ، هتسيب حضن الهانم القنطسة بتاعتك وتيجي تشوفني؟ أبوك كم مرة في التليفون يقول لك وحشني يا حبيبي. عملت إيه؟ ها؟ الهانم ربطت جنبها سلسلة، ما تتحركش أبداً إلا بإذن منها. يا ماما انت على طول ظلمها كده، وبعدين ما تتخيليش هتفرح قد ايه لما تلاقيكي داخله تطمني عليه. انت اكيد اتجننت. عايزني انا اروح لدي ازاي يعني؟ فين العربيه؟ خلاص 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 انا متاسف معلش معلش عشان خاطر معلش خلاص. اوعى اوعى تعالي. دي هتيجي مقاسك اسهل، لو طلعت مظبوطه شيل لك من عليها اسم نعمان واحط عليها اسمك. نعمان؟ نعمان ده كان رئيس الخدم هنا ومشي، ودي بدلته قبل ما يترقى. اصل احنا هنا بنطبع اسم كل واحد على اليونيفورم بتاعه عشان لما تروح تتغسل وتتكوي ما حدش يلبس لبس حد. ايوه امين، بس انا مش هينفع اشتغل رئيس الخدم. لا طبعا، انت هتعين مدير الاوتيل على طول بقى، واحتمال ربنا يسهل لما اصحاب الاوتيل يشوفوك يكتبوا الاوتيل باسمك ونخلص. اسهل، لو جت مظبوطه هسرج لك اسمك جواه. انت اسمك ايه؟ انا اسمي فؤاد عبد الحميد رضا. يا اهلا وسهلا. بقول لك يا عم انت، انا من بكره عشان اعرف واد الحقيقي يجي يستلم وظيفته. انا بس مسكتني ان انا خايف اتعاقب عشان انا مشي من غير ما اعرف، لكن مشكلتك انت ما تخلينيش دعوه بيها. هو اعتقد غلطه ولا حتى ربع غلطه يا علي. لا ما عشان ما غلطش بقى لازم تقف جنبي. انا ما اعرفش اشتغل الشغلانه دي، انا ما اعرفش اصلا يعني ايه جرسون وبيشتغل ايه. هنروح في داهيه، هنروح في داهيه. يا عم ما تقدرش البلاء قبل وقوعه. هطلب منك اخر خدمه في حياتي كلها. ليه؟ بلاش حكايه انك تشيع لفؤاد بكره دي. استنى عليا كام يوم كده لغايه لما اعرف بس ايه اللي حصل لضحى وانا همشي لوحدي. هيكون ايه اللي حصل لضحى يعني؟ هو انت ليه متصور ان في مؤامره على ضحى؟ انا مش متصور، انا متاكد. في حاجه يا فاطمه؟ الست سكينة عايزانا كلنا في المطبخ. هو انت الموظف الجديد؟ الغلط النهارده ممنوع بتاتا، واللي يفكر انه يغلط حتى قبل ما ينفذ يعتبر نفسه مرفوض. وطبعا القواعد الاساسيه محفوظه، ما ترفعش عينك في وش النزيل وهو بيكلمك، وتقف على الاقل على بعد نص متر منه. وانا هخدم بقى النزل ومعايا ماسوره؟ اي كسره في هدوم اي حد يعتبر نفسه مرفوض، حتى لو في الملابس الداخليه. هي كمان بتشوف الهدوم التحتانيه؟ بص عشان بتشوف بقى. حد بيتكلم؟ كنت فين؟ كنت بستقضي حاجات من البلد، وبعدين انا ورديتي النهارده مثل يعني اعتبر في راحه. امتى بيبقى عندنا راحه ايام الحفلات؟
الكلام ده للوتريه والهاوس كيبر، بس انا مدير الدور. انا اللي اقول كلامي يمشي على مين وما يمشيش على مين. في لمح البصر تكوني لابسه اليونيفورم. في لمح البصر تكونوا اتغديتوا. هنتغدى قبل حضره النزله؟ تاكلوا حاجه خفيفه عشان ما تتقلوش. ممنوع اشوف حد ما بيشتغلش من بعد الغدا لحد ما اخر نزيل يدخل اوضته عشان ينام بعد الحفله. ممنوع اشوف اتنين واقفين مع بعض بيتكلموا، واللي اتحط في طبقه هو اللي تاكلوه. يلا يا شيف ابتدي الغدا. ممنوع حد يطلب اكتر من اللي هياخده. اتفضلوا. بقول لك ايه يا امين، هي مش ضحى برضه كانت مدير الدور زي ورد كده؟ اترقت من حوالي شهرين. بس هو انت عرفت ورد ازاي؟ هو انت كان ليك سيره غيرها امبارح؟ انت حكيت لي عنها كل حاجه، انا بقيت عارفها اكتر منك. انا اصلا بحبها قوي. هي مش المفروض ان هي وورد، ورد وضحى يعني كانوا قاعدين مع بعض في اوضه واحده؟ ايوه اسكت بقى اسكت، ما تجيبناش الكلام، يلا عشان هاكل. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده يا عزيزه؟ وانا بعد العمر ده كله هغلط يعني؟ بقول لك لسه راجع من عندي. خلي دول معاكي. كتر خيرك، قومي اعملي لي الطريق اللي عليها قدام، انا وعدتها ان سرها في بير. صحيح الأوضة هنا صغيرة وزي الحقة جنب الجنة اللي قاعد فيها اللي بيسكنوا هنا في اللوكاندا، بس نظيفة يا علي، متنورة بالكهرباء ومدهونة بالبوية، فيها حنفية بتنزل مية شرب كمان، ولو إني يعني شباكها ما بيبصش على الغيطان زي دار. كنت فين طول النهار يا ورد؟ كنت بستقضي طلبات من البلد زي ما قلت لحضرتك. طلبات؟
من عند عزيزة الدية؟ ردي، كنتي عندها ولا اللي قالوا لي بيتبلوا عليكي؟ مين دول اللي قالوا لك؟ انتي اتجوزتي من ورانا يا ورد؟ لا ما اتجوزتش. الله، تبقى الست دي اتجننت. اصلها بتقولي ان انتي حامل، وانتي طبعا عارفه ان مفيش بنت بموت ممكن تكون حامل من غير ما تكون اتجوزت ولا ايه؟ ابو اللي في بطني عنده مشاكل هيحلها وبعد كده يتجوزني ويعترف بابني. طيب، تحبي اقول ايه لاسمها هانم وانا بدلها القهوه الصبح؟ اقول لها ان احنا صحينا لقيناكي طفشتي من الاوتيل وابقى سافرت عليكي، ولا اقول لها ان ابو اللي في بطنك عنده مشاكل وهيحلها ان شاء الله ويجي يعترف بيه ويتجوزك؟ والنبي يا ست سكينه، ما تعملي كده. انت عارفه ان انا ما عنديش مكان اروحه هنا، انتوا كل حاجه، انا ما عنديش حد اروح له. من ساعة ما وصلت وأنا حاسة إن أنا في حلم، ولسه مش قادرة أستوعب اللي هيحصل بالليل. أنا اللي حاسس إن باللي هيحصل بالليل ده هبتدي أحقق الحلم. أكبر حلم حلمته في حياتي يا نصر. بس أنا برضو مش فاهمة هي ليه ماما مصممة إن هي تسيب الموضوع مفاجأة للأمانة. لو عرفت زيها زي أي حد هتتضايق وهيبقى حقها. مش كفايه اللي حصل لها ما تعرف ان احسان مش هيبقى مدير الاوتيل؟ احسان ايه اللي هيبقى مدير الجراند اوتيل بحاله؟ احسان ما يعرفش يشتغل بين الكابتن، ما يعرفش يشتغل اي حاجه غير ان هو ابن بركات باشا. ايوه، بس اللي انا فاهماه ان هي كانت واعده امال بده. دي امال بعتت تجيب حماتها من الفيوم عشان تشهد على اللي حصل. نازلي، انا ماليش دعوه بحد، انا ليا دعوه بيكي انت وبس. الغدا هيجهز حالا يا فندم. ازيك يا امين؟ وحشتني. وحضرتك كمان وحشتنا جدا. هات لي كاس واين كمان. تخيل شكله كبر من اخر مره شفته. تخيل انت بقى، انا مش بحب اي حاجه في الدنيا غير ضحكتك وبس. نازلي، انا بحبك. ياه، بقالي كتير قوي ما سمعتش الكلمه دي. اتعودي بقى انك هتسمعها مني كتير قوي لحد ما تزهقي. مفاتيحها، بس انت عارف اختك برضو ما يتخافش عليها. عرفت الاقي مكان اخبي فيه اللي محدش يعرف يلاقيه. فهمتوا اللي قلت لكم عليه؟ اتفضلوا يلا بسرعه اتحركوا. طول الوقت خايفه يا علي، انا بقيت طول الوقت خايفه يا علي، لدرجه ان انا حتى ما بقتش عارفه انام. انا بجد كان نفسي تكون جنبي الايام دي، انا بجد كان نفسي تكون جنبي الايام دي، كان نفسي تبني في خدنا في قطه من زي زمان. اخويا حبيبي حبيبي، عمري ما هقدر اوصف لك انت وحشني قد ايه. وحشني في الشتاء ده، انا بقيت طول الوقت خايفه يا علي. الزهر اختك طلعت خالص، الزهر اختك طلعت خالص. أنا بجد كان نفسي تكون فترة إن أنا فترة إن أنا مدير أو كان نفسي تكون مفتاح زي زمان، مفتاح الشغل. بس القلب الوحيد هنا اللي بتطمن لما يطبطب عليا الكلام ده، أنا بقيت مشهورة بيه. يقول لي ما تجيش أي حاجة ولا حتى تضيف حاجة، الناس دول ما عندهمش أي حاجة، ما عندهمش أي حاجة. لحد الحرف ده بس اللي Thank you.
اسوان كلها منوره عنايات هنا. ميرسي. ايه يا جماعه ليه مش بتشربوا حاجه؟ انت هتضيفنا في بيتنا يا مراد؟ احنا صحاب البيت. عندك حق يا امال، فاتتني دي. احنا فعلا صحاب البيت. عن اذنكم. اتفضل. ما تقوم ترحب بالمدعوم زي ما ابن عمها بيعمل. ايه يا ماما؟ انا ما اعرفش حد فيهم ارحب بيهم ازاي بس. وبعدين هو يعرف اغلبهم بحكم شغله مع عمي الله يرحمه. لا يا حبيبي. لازم تقوم تعرفهم بنفسك وتتعرف بيهم. انت من بكره هتبقى مدير الاوتيل يا احسان. مش كده يا توم؟ لا يا حبيبتي مش كده. اصل كل الموجودين عارفين انه احسان بيه. ابن بركات باشا. شاوري عليها بس. والست التانية اللي اتسرق منها العقد موجودة النهاردة؟ مساء الخير يا فخر هانم. أهلا. حضرتك أكيد مش فاكراني. أكيد. أحمد الزهيري. آه أنت من عيلة الزهيري. أيوة. تبقى قريبي يعني. مظبوط. أهلا وسهلا. اتفضل يا أحمد. شكرا. إحنا أهل. أكيد. أحمد أنت بتستخبى من حد؟ لا 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 أبداً. بس هو في الحقيقة أنا شخص خجول شوية، انطوائي إلى حد ما. ما بحبش الحفلات والزحمة وكده. قول لي يا أحمد، أنت تبقى مين في ولاد الزهيري بقى؟ أنا ابن. استنى، سيبني أنا أخمن. يا ريت. أنت من الفرع الأشقر. يعني أكيد تقرب لعصمة، صح؟ بالظبط. والله برافو على حضرتك. انا ابقى ابن عمه. لا قصدك ابن عمها. عصمت ست، انت هتقلبها راجل؟ امال انا قلت ايه؟ مش عارف. انا بقول لحضرتك بتوتر في الاماكن اللي زي دي. انا بالرغم ان انا بيجي لي دعوات كتير لحفلات كبيره ومهمه زي دي، لان انا برفض ان انا اجيها، بس انا جيت النهارده مخصوص عشان اشوف حضرتك، لان ما يصحش ان الواحد ما يبقاش عارف عيلته، خصوصا أكابر العيلة. يا حبيبي لسانك حلو وكلك ذوق. ميرسي. تمام زي عصمت. عامل ايه كاسي؟ نزلي اتأخرت قوي يا هاني. براحتها، مش العروسة. جرسون. هات لنا شمباني. نبيت احمر يا امين. تطابر كيان. واضح بقى ان الكلام اللي بيقولوه على حضرتك مظبوط. بيقولوا انك مقيمه هنا على طول لدرجه ان حافظه اسماء الكرسونات. انا يا احمد مش بحب اروح البيت. في البيت دايما بحس اني وحيده. الباب ما بيخبطش عليا بالاسابيع. حتى جرس التليفون ممكن يقعد شهور ما حدش يسال عني، مع ان خيري على الكل. اكيد. ده ايه اللي جابه ده؟ شكرا. أنا عزمته هاني، ما كانش ينفع ما عزموش. أنت عارف إن أنا ما بحبوش. اسمت هاني حضرتك ما بتحبيش نص الناس اللي موجودة هنا، وللضرورة أحكام. مفيش حاجة بتهون عليا حرق الدم التحقيق مع المجرمين قد حفلات الجراند أوتيل. أهلا بيك سيادة الصاغ. متألقة كالعادة يا اسمت هاني. ميل ميرسي. كنت قلقان جدا لما تقدرش تيجي حد الصاغ. ما تجيش إزاي يا مربي؟ أنا أقدر أفوت يوم زي ده؟ بس أنا يعني قلقان على حضرتك برضه. الأوتيل هنا مش أمان. مش أمان إزاي؟ يعني سمعت حضرتك شخصياً في بنت في الأوتيل هنا سرقتها. أنا؟ آه؟ دي كلها إشاعات، الناس مش لاقية حاجة تتكلم عليها. جراند أوتيل أأمن مكان في مصر، يمكن أأمن مكان في الدنيا كمان. أنا في الجناح بتاعي مفيش دار في الدولاب ولا درج بقفلها بالمفتاح. حتى باب الجناح دايماً بسيبه مفتوح. بقول يمكن الواحد يجرى له حاجة وهو نايم، يلحقوه الناس قبل ما الريحة تطلع.
لا بعد الشرع لحضرتك. مين دي؟ دي نازلي بنت اسمت وادهم حفظي الله يرحمه صاحب الاوتيل. حلوه مش كده؟ قوي. نازلي نازلي ازيك يا طنط فخر؟ ايه بنت الحلاوه والجمال دي؟ احمد قريبي. مساء الخير. نازلي كانت اجمل بيبي شفتها في حياتي. اكيد طنط فخر بس بتحبني عشان كده هي بتقول كده. بصراحه يا احمد عيله حفظي كلها ما فيهاش غير نازلي وحفظي الله يرحمه. الله يرحمه. مساء الخير عليكم جميعا. منورين ومشرفين الجراند اوتيل. انا بحس ان اسمك بتعمل الحفلات دي علشان تعذبنا بالخطب العصماء اللي هي بتقولها في كل حفله دي. مش بس ليا بل لاسرتي الصغيره كمان، لان احنا بنعتبركم كلكم عيلتنا الكبيره. واضح ان العيله كبيره. انتوا عارفين طبعا المجامله وسعت من اسمك. سبب من الاسباب الرئيسيه للحفل تنصيب مدير الجراند اوتيل بشكل رسمي. أنا طبعاً هقول اسمه كمان شوية، إنما قبل كده أحب إن كنتوا تشاركوني فرحتي في خبر أسعدني جداً، يمكن بالنسبة لي يكون الأهم. اسمحوا لي أعلن لكم خبر خطوبة بنتي نازلي على ابن عمها مراد حفظي. وانت ليه ما قلتليش؟ كان مخبيين عليك ولا ايه؟ مبروك. بالنسبة لأي عيلة بنات العيلة دايما بيكونوا الأهم والأغلى، وانتوا طبعا عارفين غلاوة بناتي عندي قد إيه. أدهم الله يرحمه كان دايما يقول اللي يبقى مدير الجراند أوتيل لازم يبقى واحد مننا، علشان كده بدءاً من بكرة الصبح مدير الجراند أوتيل هيبقى جوز بنتي المستقبلي مراد حفظي. هزر ولا ايه دي؟ حتى لو هزار هزار سخيف وبايخ. يلا يا جماعة فيرست دانس. انت وعدتيني للضروره يا احكام يا حبيبتي، بعدين في اولويات. Thank you.
الله يبارك فيك يا سكينة. نزلي الحلو. حاضر. عايز تولع؟ اسفه خضيتك، انا بس حسيت ان انت فعلا عايز تشرب سيجاره. ده حقيقي. طب ولع. دلوقتي الامر الواقع اجبرنا ان احنا يبقى في ما بيننا سرين مش سر واحد. سرين ايه؟ اني بشرب سجاير. مفيش حد هنا خالص يعرف اني بشرب سجاير، بما ان اعراف عائلتنا العريقه ما بتسمحش ان الست تكون بتشرب سجاير قبل ما تتجوز. تمام، اعتبري السر ده كبير. السر التاني ايه بقى؟ المكان ده. ماله المكان ده؟ اسمه المخبأ السري. زمان وانا صغيره لما كنت عايزه اهرب من المذاكره او من اوامر ماما كنت باجي اقعد هنا. وعشان اثبت لك اهميه الموضوع احب اعرفك ان مفيش حد في الدنيا كلها يعرف المكان ده غيري. حتى بابا الله يرحمه ما كانش يعرف. طيب اعتبري ده كمان اترمى في نفس البير. شكرا. طب ممكن انا اسالك سؤال؟ اتفضل. انت مسميه المكان هنا المخبأ يعني. معلش بس انت ممكن تكوني هربانة من ايه ولا بتستخبي من مين؟ من الدوشة، من المجاملات، من الابتسامة اللي مش من القلب. تهربي من كل ده؟ مش هربانة، بس قلت اخد 5 دقايق راحة اعمل حاجة انا بحبها وخلاص. ال5 دقايق بتوعي خلصوا، فانا هرجع قبل ما حد تاني يعرف المكان ده. الفوطة لازم تبقى ابيض من القشاني، ما فيهاش اي حاجه غير كاسه التطبيقه بس. والصينيه يا علي، الصينيه لازم تبقى مريحها على بطن كف ايدك عشان تعرف تتحرك بيها بسهوله. عامله زي الملايكه يعني. هي ايدي اللي عامله زي الملايكه. نزلي هانم يا علي، اسمها نزلي هانم. بالنسبة اللي زينا اسمها نزلي هانم. انت فؤاد الجرسون مش احمد بن زهيري. انا ولا فؤاد ولا احمد، انا علي امين. اه تعال يا خضوع اللي سرق البدل عشان يعرف اخته راحت فين. انا بهزر. طب يكون في علمك بقى، فخر هانم قالت لي ان مفيش حاجه اتسرقت منها في اللوكان ده هنا. ازاي بقى؟ امال العقد اللي اسمه تاني طلعته من دولاب ضحى ده كان ايه؟ وانتش عرفك ان هي طلعته من دولاب ضحى؟ شفتها؟ ضحى كانت بتكتب لي في جواباتها ان مراد بيه ده طيب وجدع وقلبه ابيض زي نزلي. لا لا
مفيش حد هنا قلبه زي نازلي هانم. نازلي هانم دي اطيب واحده في الدنيا كلها، وعمرها ما حسيتنا انها احسن مننا واهم مننا، ولا انها يعني من طينه واحنا من طينه تانيه زي امها واختها ما بيعاملونا. انا لسه فاكر لغايه دلوقتي اليوم اللي اتولدت فيه. هو انت موجود هنا انت والست سكينه من ساعه ما اتولدت؟ من قبل. انا جيت جراند اوتيل مع امي وادهم بيه واسمه هانم وانا عندي سنه. يعني ما وعاش على اي مكان تاني غير جراند اوتيل. طب ومراد بيه بقى؟ هو طيب وجدع ومتعلم بره زي نازلي هانم، بس ما فيش حد زي نازلي هانم برضه. ويعرف كل حاجه في جراند اوتيل. هو اللي وصى اسمه هانم انها ترقي ضحى. مع ان كانت ورد هي الاولى بالترقيه الصراحه. والموضوع ده زعل ورد طبعا. شويه يعني. طب هو ايه اللي يخلي مراد بيه يفضل ضحى على ورد؟ وهو كان شايف ان ورد مش شايفه شغلها يعني، وان ضحى بتتعب اكتر من ورد في الشغل. احنا مش هننام بقى؟ يلا ننام. طب اسمعني انت، انا هرجع الحاجه مكانها ورصها واطلع انام. تصبح على خير. انت من اهل. ما تحترم نفسك يا ابني، انت هو بيتكلموا عليها كويس. يعني هو انت فعلا مش ملاحظ اللي احنا ملاحظينه يا امين؟ ولا انت انا عشان كاتم اسرارها؟ عيب، يا ابني ما بتتكلموا عن زملائكم بالطريقه دي. يعني هو انت مصدق ان رقاها هي بالذات عشان كفايتها في الشغل؟ لو انت صادق عشان كفايتها في حاجات تانية. لا لا مش هشارككم بقى في الموضوع ده.